حينما ينعت ضيفك إيران بالقذرة عليه أن يتلقى الصفعة سيد شريعة القذارة هي بداري، شكلك ومنظرك سيد شريعة أنا بأحترم نفسك وإن كنت سابق الحديث. الوثيقة سرية نقلت عبر وسطاء دبلوماسيين اسمها وثيقة الأبيت الأبيض إلى طهران من أربعة نقاط تقول أنه على إيران أن تتخلى عن دعم محور المقاومة وأن تسحب مستشاريها من الدول التي تتواجد فيها وترفع يدها عن التدخل في الشؤون الداخلية لهذه البلدان. تعتقد إيران ممكن أن تراجع دعمها لمحور المقاومة؟ هل أصبح محور المقاومة مكلفا لإيران وقد تخسر بسببه النظام والحكم وما حققته خلال هذه السنوات؟ لا لا تقلق على إيران. أولا أنا كنت أتمنى أن أسمع في برامجك وفي هذا البرنامج صوتا نظيفا، لا أن نسمع صوتا ينتمي إلى خطاب ملؤه القذارة الصهيونية. هذه النقطة لابد لي أن أقولها. أما بالنسبة للسؤال، سيد 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 شريعة بدالي، شكلك ومنظرك سيد شريعة بدالي، أولا أنت دبلوماسي طول بأحترم نفسك وإن كنت سابق إذا أسمحت لي، أنت دبلوماسي سابق ونحن لا نتطير من الآراء، إذا كان الرجل على خطأ فصحح له وجاءت فرصتك لتدحض وتثبت وتنفي. أنت دبلوماسي ويجب أن نرتقي بلغة أعلى، أرجوك الناس دا تتابعنا ودا تشوف. أولا يبدو أن الضمير وجد مرجعه بشكل سريع وهذا يعني أمر محمود. ثانيا حينما ينعت ضيفك إيران بالقذرة عليه أن يتلقى الصفعة بنفس ما قاله. طيب هنا لا مجال للدبلوماسية، حينما يعتدي على الآخرين نعم يرد عليه. أتحدث عن الدور لا يريد أن به في المنطقة، جاوب بالسياسة، أتحدث بالسياسة مش عم بحكي لا بالشخصية ولا غيره. إذا كان لا يريد أن يسمع ليس شخصيا أنت، إذا أسمعت لي يا سيد طوني خل يكمل فكرته ولك الدور. نعت إيران بنعت يليق بك، نعت إيران بنعت يليق بك. أكمل. إذا كنت لا تريد أن تسمع هذا الكلام عليك أن تحترم الآخرين وإلا لا تحترم.